وللحديث عن تداعيات محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي واستهداف منزله بطائرات مسيرة، معنا عبر الهاتف الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم. أهلا بك معنا شيخ أحمد. أهلا وسهلا بك أخي والمشاهدين الكرام. أهلا بك شيخ أحمد. بداية، يعني ما الذي يعنيه لكم ما يجري من استهداف لمنزل رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، وهل كان ذلك متوقعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن أكدنا عدة مرات أن الصراع الحقيقي في العراق بين الأحزاب المتسلطة والمسيطرة على القرار في العراق سيكون بعد نتائج الانتخابات، لأننا على يقين نعرف أن الانتخابات سوف يرفضها الشعب العراقي ويكون هناك عزوف كبير عن المشاركة فيها. وهذا الصراع لابد أن يكون بين جهتين تمثلان المصالح الإيرانية في العراق وفي المنطقة، ويتصارعان هاتين الجهتين هي على رئاسة الحكومة، وكل منهما يملك الميليشيات المسلحة، ولكن سوف تزداد بينهما الاتهامات المتبادلة. حقيقة الصراع هو من أجل فرض مشهد سياسي بقوة السلاح بعيدا عن الانتخابات ونتائجها. هذه الانتخابات حقيقة فرزت هناك كتل وأحزاب خسرت هذه الانتخابات. إنما تعرض له حقيقة مقر مصطفى الكاظمي هو نتيجة هذا الصراع السياسي بين الأحزاب، وأن الاستهداف نفذته إحدى الميليشيات الخاسرة في هذه الانتخابات. نعم. حيث أطلقت المسيرات الثلاثة بعد يوم واحد من الصدام الذي حدث بين المتظاهرين المسلحين التابعين لهذه الميليشيات أمام بوابة المنطقة الخضراء. طيب شيخ أحمد، يعني هذا القصف لمنزل الكاظمي وفشل القوات الأمنية بالتصدي له أو منعه، إلى أي مدى يؤكد أن النظام الأمني ضعيف ولا يمكنه حماية حتى رأس الدولة المدني والعسكري أمام قوة هذه الميليشيات التي أطلقت كما تعلم تهديدات ضد الكاظمي أكثر من مرة؟ الكل يعلم أن النظام السياسي القائم في العراق يمر بأزمة كبيرة في ظل رفض شعبي واسع، وإن ما جرى من استهداف لمسكن أو مقر الكاظمي يعزز القناعات لدى الشعب العراقي بأنه لا قيمة للانتخابات التي جرت ولا أثر لها لتغيير الوضع السياسي في العراق والوضع المأساوي الذي يعيشه العراق. الحقيقة السلاح المنفلت الذي تمتلكه هذه الميليشيات هي بدعم من الحكومة والقوات الأمنية، ولهذا لا تستطيع الحكومة وقواتها الأمنية من السيطرة على هذه الميليشيات الولائية التي تمتلك السلاح من الطائرات المسيرة ومن الصواريخ وسلاح ثقيل. أعتقد هذا السلاح هو أكثر قوة من السلاح اللي تمتلكه القوات الأمنية، ولهذا لا تستطيع هذه القوات الأمنية أن تقف بوجه هذه الميليشيات، ولهذا أصبح هناك صراع مشترك بينهم سيكون أكثر خطرا على العراق والعراقيين والمنطقة. طيب لأن الميليشيات حقيقة المدعومة من إيران هي التي تنفذ المخطط الإيراني في العراق وفي المنطقة. الآن شيخ أحمد، يعني بعد هذا الاستهداف لمصطفى الكاظمي، هل تتوقعون منه جدية أكثر في مواجهة سلاح هذه الميليشيات، أم أنه لربما يعني تصريحاته لا تعدو كونها محاولة ل يعني رأب الصدع الذي أحدثه في المجتمع العراقي؟ نلاحظ أنه من بعد يوم واحد من استهداف مقر الكاظمي وصل إلى بغداد بزيارة مفاجئة قاآني من إيران. وصل قاآني لغرض الحقيقة تهدئة ما بين الكاظمي
وبين الميليشيات الخاسرة في الانتخاب الولائية لإيران. لا يستطيع الكاظمي الحقيقة، لا يستطيع الكاظمي أن يعمل أي شيء باتجاه هذه الميليشيات، لأن يعني الكاظمي جزء من المخطط الإيراني في المنطقة وفي العراق، فلا يستطيع أن. ولهذا لاحظ أن خطابه بعد الحدث مباشرة أنه يهدف إلى التهدئة، إلى التهدئة وإلى الحوار البناء وإذا كذا، وإذا علما أنه الكاظمي يستخدم القوات الأمنية والمخابرات والأجهزة مالته في مطاردة مطلوبين خارج العراق، ويحضرهم ويجيبهم إلى بغداد ويعلن على أنه هناك عملية كبرى، وفي الداخل لا يستطيع أن يحاسب الميليشيات التي استهدفت مقرة وهي تبعد عنا ما يقارب مئات الأمتار. الشيخ أحمد يعني لا يمكن أن نعول أو الكاظمي بأن يحاسب هذه الميليشيات أو يأخذ قرار. الشيخ أحمد يعني ذكرت أن زيارة قاآني لربما تأتي في سياق محاولة التهدئة بين الكاظمي والميليشيات. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل الميليشيات يعني استهدفت الكاظمي إلا بضوء أخضر إيراني؟ شيء طبيعي أخي العزيز، شيء طبيعي. الكل يعلم أن الميليشيات الولائية الموجودة في العراق تنفذ ما تطلبه إيران منها، ولهذا لا تستطيع القيام بأي عمل إلا بالضوء الأخضر من إيران وبموافقة إيران. ولهذا استهداف الكاظمي الحقيقة هو رسالة للكاظمي المنطقة بأكملها الحقيقة، أن تبادل الصواريخ والمسيرات بين داخل العراق بين الميليشيات ومن يقف بوجه الميليشيات هي رسالة أيضا لدول المنطقة، سوف تعبر هذه المسيرات والصواريخ إلى هذه الدول، فهي رسالة إيرانية بامتياز. ماذا عن تجاهل الشارع العراقي لهذا الصراع الدائر؟ يعني بمعنى إلى أي مدى بات العراقيون اليوم مدركين لضرورة إسقاط هذا النظام السياسي كما ينادي ثوار تشرين؟ الصراع اللي يحدث بين الميليشيات والأحزاب وأطراف العملية السياسية بالكامل أعتقد لا تهم الشعب العراقي، لأنه لا يعول الشعب العراقي على هذه الحكومات التي جلبت إلى العراق المآسي والويلات والقتل والدمار. الشعب العراقي يعول على أبناء شعبه، على إرادة أبنائه في خلاص العراق من هؤلاء الحقيقة الذين تسلطوا على رقابهم. شكرا. الشعب العراقي الآن يعول على الشعب وعلى إرادة الشعب وعلى الخيرين من أبناء الشعب في الخلاص من هؤلاء الذين تسلطوا على رقاب العراق. الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم، كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.